رمضان جميل عن رمضان. احنا في هذا الوضع عندنا 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين وقناه السويس، عندنا كيانات قادره انها تكون هي الكيان الاقتصادي الرائد في المنطقه، وده اللي هنعمل عليه من خلال المخطط العام لمشروع التنميه بمنطقه قناه السويس، واللي احنا كنا اول امبارح بنعرض على سياده الرئيس الملامح الرئيسيه له او ملامح النهائيه له،